السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على كيزاكو. غنشوف في الحصة ديال اليوم درس الكهرباء اللي غنشوف فيه ان شاء الله المكتف، التعريف ديال المكتف، بعض العلاقات الأساسية في المكتف. غنشوف شنو هي السعة ديال المكتف وشنو هي السعة ديال المكتف لتركيب على التوالي، شنو هي السعة ديال مجموع مكتفات مركبة على التوازي. في الاخير نشوف شنو هي العلاقه في حسب الطاقه المخزونه في مكتف. اول حاجه شنو هو مكتف؟ المكتف هو الشيء اللي كتشوفه في الصوره، هو عباره عن مركب كهربائي اللي عنده كما كتشاهدوا هنا عنده قطبين اللي كيمثلوا جسمين موصلين للتيار الكهربائي. احنا طبعا ما كنخدموش في الدرس ديالنا كنرسموش هذا، انما كنرمزوا ليه بهذا الشكل التالي. الموصل الاول كنديروا ليه بحال هكا، الموصل الثاني كنديروا ليه بحال هكا، نديروا خطين متوازيين بحال هكا كنمثلوا المكتف ديالنا. الا شدينا مثلا قلنا بانه كيدخلوا واحد التيار كهربائي اي، سميو هذا الموصل هنا ا والموصل هنا بي، فهذا يعني ان هذه الجهه هذه فهي كتشحن بشحن موجبه. بينما الجهه الاخرى فهي كتشحن بشحن سالبه، لان اذا كان التيار كيمشي في هذه المنحه فان الالكترونات كتمشي في المنحه المعكس. ملي كتقول الالكترونات فانك كتقول شحن سالبه. اذا فكخلاصه المكتف شنو هو؟ هو عباره عن موصلين، عن جسمين موصلين، حنا كنسميهم غال المصطلح المتداول هو لبوسين. وهناك يكون واحد الفارغ او لا جسم عازل، هذا هو المكتف. اول علاقه اللي كان خصنا نعرف المكتف هو ان في اصطلاح المستقبل فان المكتف كتكون عنده واحد الشحنه كي اللي كتكون هي مجموع الشحن في اللابوس الموجب وناقص مجموع الشحن في اللابوس السالب، يعني ان هاد كي هي كتساوي المجموع ديال الشحن هادو او لا ناقص مجموع الشحن هادي، حيت ناقص مع ناقص باش تعطيني زائد، هادي كتسمى شحنة المكتف. مفهوم؟ كاينة حاجة أخرى خصنا نعرفو، سي كنرمزو لها بسعة المكتف. سي اش كتساوي؟ كتساوي ليا هو هي الشحنة ديال المكتف على التوتر بين مربطين المكتف. في اصطلاح المستقبل فإن لا عندي نقطة هنا أ وهنا النقطة بي والتيار غادي في هذه المنحة، فإن توتر إي أ بي كيكون في هذه المنحة يعني معاكس للتيار. إذا هادو هما جوج علاقات لا بغيتي تقول أساسيين بالنسبة للمكتف، يعني أن الشحنة كتساوي كي أ ولا عكس ديال إشارة كي بي، وسعة المكتف فهي ثابتة كتكون خاصة بكل مكتف كتساوي الشحنة ديالو الإجمالية على التوتر بين مربطين. مثلا هنا في الشكل فإن سعة المكتف هي هذه اللي هنايا، في الحالة هي 22 ميكرو فاراد، يعني أن هنا الوحدة ديال السي فهي الفاراد، الوحدة ديال كي هي الكولومب، بينما الوحدة ديال التوتر فهي الفولت. دابا نشوفو العلاقة اللي كتربط بين السعة ديال المكتفات على التوازي والسعة المكافئة، يعني الحاجة نجيو نطبقو القاعدة اللي عندنا بالنسبة للمكتفين سي واحد وسي اتنين. حنا عارفين ان سي واحد على حسب القاعدة اللي شلنا قبيلة هو كي واحد على التوتر اي اب، وعندنا سي اتنين كتبنا لتحت يبقى لي لاسباس،
هي كي اتنان على التوتر اي اب. وعندي تاني هادشي بالنسبة لهذا الشكل اللي كتشوفو قدامنا، دير نفس القاعدة بالنسبة لهذا الشكل هذا، تكون عندي سي كتساوي هي كي إجمالية على اي اب. مفهوم؟ هنا الا لاحظتو مثلا هنا ملي كنقول واحد التيار اي، يعني كنقول واحد الشحنة غادية معاه، هاد الشحنة كتقسم على جوج، كيمشي كي واحد هنا وكي اتنان هنايا. اذا عندي كي واحد او لا كي كبيرة كتساوي كي واحد زائد كي اتنان. كي انطلاقا من هاد العلاقة فهي كتساوي سي في يو اب بي. كي هنا كتساوي ليا سي واحد في يو اب بي زائد هنا تاهي سي اتنان في يو اب بي. منين نختزلو بيو اب بي غتبقى ليا سي كتساوي هي سي واحد زائد سي اتنان، يعني ان سعة هذا المكتف المكافي فهي كتكون مجموع سعة المكتفات اللي على التوازي طبعا، يعني ملي كيكون عندنا على التوازي كنجمعو سعة المكتفات. دابا اللي عندي على التوالي، اللي عندي على التوالي يعني ان الشحنة هنا كي هي اللي كاينة هنا، هنا غتكون تا هي ناقص كي، تا هنا غتكون كي، يعني انا نفس لان نفس التيار هو اللي غيمر من هنايا من هاد النقط لهاد النقط. مفهوم؟ اذا في هاد الحالة اش غندير؟ لان طبقناها بالنسبة لهاد المكتف الاول، العلاقة اش كتقول ليا؟ ان السي واحد كيساوي هو كي على يو اب يو ادي، لان هاد التوتر اللي غنخدم به. وعندي السي اتنان اش كتساوي هي كي على يو دي بي. وعندي من هنا سي اش كتساوي هي كي كبيرة ايضا على يو اب. قانون اضافية التوترات ماذا يقول؟ قانون اضافية التوترات يقول ان يو لي اب بي كيساوي يو لي ا دي زائد يو لي دي بي. اذا نعود في العلاقات اللي عندنا، اش هتلقى؟ هتلقى بان كي على السي كتساوي كي على السي واحد زائد كي على السي اتنان. نختازلو بكي اش هتبقى ليا؟ هتبقى ليا واحد على السي كتساوي واحد على السي واحد زائد واحد على السي اتنان. اذا ملي كيكون على التوالي فان مقلوب سعة المكتف المكافئ كيكون هو مجموع مقلوبات السعات ديال المكتفات اللي غادي على التوالي. كتبقى لي العلاقة الأخيرة هي علاقة اللي كتعلق بطاقة المكتف، طاقة المكتف تاهي سهلة، عندي او ديال سي هي واحد على اتنان سي في التوتر اس اتنان. ان شاء الله غنشوف فيديو اخر تمارين تطبيقية باش تفهمو مزيان هاد العلاقات اللي عندنا في الدرس ديال المكتف. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، ونضرب لكم موعد جديد في حصة اخرى على كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام.